السلام عليكم. كل شيء يتراجع في اليمن، من معدل التنمية إلى الحرية، ومن مستوى التعليم إلى مستوى الصحة، ومن مؤشر الاقتصاد إلى مؤشر الموارد البشرية، وربما أن مؤشر الانتهاكات هو الذي يتصاعد، كما لو أنه الحاضر الوحيد في بلد يعيش بين ثنائية الغياب والغيبوبة، غياب حقوق الإنسان وغيبوبة الضمير الإنساني الذي يشير بأصابعه إلى حقوق القطط ونوع الغذاء الذي يجب تخصيصه لها، دون ما الإشارة والتحرك الجاد تجاه مأساة الإنسان في اليمن على الرغم من القرارات الصادرة. الأرقام المفزعة التي حوتها التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان في بلادنا تبعث ألماً مضاعفاً بمجرد قراءتها على الورق، فكيف بمن شملتهم تلك الانتهاكات، وماذا عن ذويهم المكلومين، خصوصاً أولئك المفقودين الذين غادروا الحياة وتبقت منهم ذكريات على هيئات صور مثبتة على الجدار. بحسب تقرير وزارة حقوق الإنسان الذي رصد انتهاكات عامين، فإن عملية الانقلاب أدت إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل خطير وغير مسبوق، وارتكبت الميليشيا الانقلابية أثناء اجتياحها لعدد من المحافظات الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين بينهم نساء وأطفال. اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من جهتها أشهرت تقريرها الموضوع الثاني بشأن التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية للفترة من 31 يوليو 2016 و 31 يناير 2017. وكشفت اللجنة في تقريرها الموضوع عن تسجيل 6479 حالة انتهاك جميعها ارتكبت بحق المدنيين في مختلف محافظات الجمهورية. مشاهدينا الكرام، حول حالة حقوق الإنسان بناء على التقارير المقدمة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. اليمن ساحة مفتوحة لانتهاكات حقوق الإنسان، هذا ما يقوله حصاد الانتهاكات والتقارير والأرقام المفزعة التي حوتها توثيقات المنظمات الحقوقية الحافلة بسجل من الجروح المفتوحة والأفواه التي سكتت، إما بفعل التعذيب أو بفعل قصف المدنيين بصواريخ الميليشيا أو ذلك الموت الهابط من الأعلى على رؤوس الأحياء في الأرض. الدكتور محمد عسكر نائب وزير حقوق الإنسان استعرض التقرير الأولي عن حالة حقوق الإنسان في اليمن للفترة من الأول من يناير 2015 وحتى 31 من يناير من العام الجاري، وذلك على هامش الجلسة 34 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف في سويسرا. أوضح التقرير أن أكثر من 37,888 قتيلا ومصابا سقطوا برصاص الميليشيا في حربهم العبثية على الدولة، بينهم نساء وأطفال، وبلغ عدد المختطفين قرابة 17,000، معظمهم ضمن حالة الاختطاف التعسفي، مشيرا إلى أن معظم الذين أطلق سراحهم يعانون من حالة نفسية وصحية سيئة، حيث بلغت حالات الإخفاء القسري أكثر من 2,800 حالة. وأشار التقرير إلى أن الميليشيا استخدمت الأطفال وقودا لحربها، حيث قامت بتجنيد أكثر من 1000 طفل لم يبلغوا السن القانوني وزجت بهم في جبهات القتال، بالإضافة إلى استغلال النساء. وأوضح نائب وزير حقوق الإنسان أن الميليشيا الانقلابية دمرت أكثر من 29,400 منشأة، بينها مصالح عامة كالمقرات والمدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والاتصال والطرق والجسور وغيرها. واختتم التقرير بمطالبة مجلس حقوق الإنسان بتنفيذ القرار رقم 16.33 لسنة 2016 بشأن تقديم الدعم والمساعدة التقنية والفنية بشكل عاجل للجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن. إذا مشاهدينا الكرام، سيكون معنا عبر سكايب دكتور محمد عسكر نائب وزير حقوق الإنسان من جنيف، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور أختي العزيزة، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور محمد. حراك يتعلق بحقوق الإنسان في جنيف حول اليمن، حدثنا عن أبرز ما أو خلاصة الاجتماعات التي قمتم بإجرائها. شكرا أختي العزيزة على إتاحة هذه الفرصة عبر قناة بلقيس العزيزة. عفوا، في الحقيقة منذ اليوم الأول لوجود وفد وزارة حقوق الإنسان في جنيف كان لدينا برنامجا حافلا في لقاءات عديدة. تعددت هذه اللقاءات ما بين لقاء مع السفراء
مندوبين في مجلس حقوق الإنسان، منهم قائم بأعمال السفارة الهولندية التي يعني تهتم بملف حقوق الإنسان في اليمن، ثم بتتوجت هذه المقابلات بلقاء بالمفوض السامي لحقوق الإنسان. تحدثنا فيه عن كثير من المشكلات التي تعاني الوضع الإنساني المزري في اليمن، والتي تسببت فيه ميليشيات الحوثي وصالح، ونتج عنه أرقاما مهولة من الضحايا والبشر الذين تم انتهاك حرياتهم و يعني أنفسهم، سواء كان في حالة القتل أو الإصابة أو الاختطاف أو الاعتقال التعسفي. اليوم كان لنا لقاء هاما أيضا مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وتحدثنا فيه عن عدد النازحين في اليمن الذين بلغوا تقريبا 2 مليون نازح، وكذلك قضية اللاجئين في اليمن ومحاولة مساعدتهم على العودة الطوعية وتوفير الضمانات لهم للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، وكذا تفعيل عمل وزارة حقوق الإنسان مع هذه المنظمات الدولية عبر إنشاء مراكز يعني في عدن ل يعني تهيئة الأطفال الذين تم إلقاء القبض عليهم في صفوف ميليشيات الانقلاب صالح والحوثي لإعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيهم، نعم، وانقراضهم بالمجتمع ليتحولوا إلى أناس صالحين بدل أن يكونوا عامل هدم للمجتمع. هناك ملفات كثيرة وهناك قضايا كثيرة، والملف حقوق الإنسان كما تعلمين في اليمن هو ملف شائك وكبير. صحيح. ونتمنى أن نكون يعني بكل الجهود التي نبذلها أن نكون قدمنا صورة ولو مبسطة عن الوضع السيء في اليمن، والذي تسببت فيه بشكل رئيسي هي ميليشيات الحوثي وصالح منذ انقلابهم على الشرعية وعلى مخرجات الحوار وعلى الإجماع اليمني والإقليمي والدولي. نعم دكتور محمد، يعني حدثنا أنت عن لقاءاتك ببعض المسؤولين على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان، ونحن تابعنا بعضا منها أيضا. ما أهمية هذه اللقاءات التي تجرى على هامش جلسات مجلس حقوق الإنسان؟ في الحقيقة هذه اللقاءات تحاول بحث كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء مع الدول فرادة أو مع المجموعات. فمثلا اليوم التقينا مع نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان وهو المندوب سعد السفير المصري، وتناولنا فيه كثير من القضايا. كما سلفت تكلمنا عن السفير القائم بأعمال السفارة الهولندية، وشرحنا وعرضنا لهم التقرير الذي قدمته وزارة حقوق الإنسان، وكذلك قدمنا لهم التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك التقيت مع المجموعة العربية بشكل عام، كافة السفراء العرب في جنيف، وعرضنا لهم ملخص للوضع في اليمن منذ انقلاب الحوثي وصالح، وكيف استاء الوضع الإنساني، كيف تنتقل الوضع الإنساني، انحسر الوضع الإنساني مع انحسار الميليشيات في الرقعة الجغرافية في اليمن. في العام 2015 كان رصدنا حوالي 77% من الانتهاكات، حينما حللنا المعلومات وجدنا أن 77% من الانتهاكات تمت في 2015، بينما في 2016 بلغت حوالي 22%، وفي يناير الذي رصدناه 2017 وصلت 1%. وصلنا إلى نتيجة وهي أنه بقدر ما تتسع الشرعية والدولة تقل انتهاكات حقوق الإنسان، وبقدر ما تتسع الميليشيات والانقلاب كما حصل في 2015 كان هو عامل الانتهاك الأول والأكبر لحقوق الإنسان. هل نقلتم هذه الفكرة لهؤلاء الذين التقيتم بهم، وكيف أن الشرعية هي فعلا وجودها هو وجود آمن للسكان حتى وإن حدثت بعض الانتهاكات، لأنها لا تشكل هذه النسبة المهولة التي تتحدث عنها؟ المعذرة، السؤال غير واضح. يعني أقول هل نقلتم هذه الخلاصة التي خرجتم بها بأن كلما تمددت الشرعية في نقطة أو في منطقة خفت هذه الانتهاكات بتتابعية يعني النسبة التي حدثتني عنها منذ عام الانتهاك الأول 2015؟ يعني إذا فهمت أنه سؤالك بشكل جيد، لأن الصوت هناك مشكلة في الصوت. نحن تعرضنا خلال هذه الفترة من لقاءاتنا ومن يعني جلساتنا مع المجموعات العربية أو المجموعات الخليجية أو المجموعات الأوروبية،
لأن الوضع الإنساني في اليمن متدهورا ويحتاج إلى كثير من الدعم ويحتاج إلى كثير من الضغط على الميليشيات للسماح بالمساعدات الإنسانية، وكذلك للسماح ب يعني استمرار تدفق الإيرادات العامة من الموانئ المختلفة ومن الجمارك والضرائب إلى البنك المركزي لتغطية نفقات المرتبات. لكن حتى الآن وجدنا صدى جيدا جدا، يعني بالرغم أنه الصورة كانت لديهم معكوسة خلال الفترة الماضية، صحيح. والحمد لله استطعنا أن نشكل نوع من الإيضاح ولو البسيط، واخترقنا جدارا سميكا كان قد بني لفترة طويلة من التراكم الخاطئ للصورة الحقيقية في اليمن. يعني حاولنا قد المستطاع أن نصحح هذه الصورة بعرض الحقائق واستدعائهم إلى الداخل وزيارة عدن وتعز والمناطق التي تم تحريرها من ميليشيات الحوثي ليروا بأعينهم حقائق الوضع على أرض الواقع. نعم، إذن يعني لو تحدثنا أستاذ محمد عن يعني ما القيمة الحقيقية لهذه الدورات التي تنشأ؟ يعني هل الفكرة أن ننقل الصورة، يعني إذا لم يشكل تشكل مخرجات مجلس حقوق الإنسان ضغط دولي حقيقي على تنفيذ قرار مجلس الأمن على انسحاب الحوثي، خاصة أنت تتحدث عن يعني نسبة أقل كلما سيطرت الشرعية على أراضي أكثر، فهذا يعني ربما الصوت يعني للأسف أختي العزيزة لا أسمع، أرجو التأكد من الصوت. أرفع صوتي أكثر أستاذ الدكتور محمد. دكتور محمد، يعني أنا أحدثك، ما القيمة الحقيقية لهذه الدورات التي يعني تعقد في مجلس حقوق الإنسان إن لم تشكل ضغط حقيقي على المجتمع الدولي لإجبار ميليشيا الحوثي للانصياع لقرار مجلس الأمن والانسحاب من الأراضي، خاصة وأنت تحدثني عن تراجع نسب واضح منذ 2015 إلى 2017؟ كما أسلفت أنه مجلس حقوق الإنسان هو مجلس لتمثيل الدول، تشترك بعض المنظمات في بعض الإيضاحات فيه لعرض بعض وجهات النظر، لكن هذه المرة لن يكون هناك أي طرح لمشكلة اليمن على مجلس حقوق الإنسان، سيكون هناك تقرير فقط تحديث لقرار مجلس حقوق الإنسان السابق، وسيقوم المفوض السامي بعرض هذا التحديث، ثم يكون هناك تعليقا مختصرا لنا كجمهورية يمنية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. التحديث فقط يتعلق بقضية القرار الذي اتخذ في الدورة السابقة، القرار رقم 3316، والمتعلق بدعم فني وخبرات وإرسال خبراء لدعم اللجنة الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. في الحقيقة اللقاءات الهامشية والندوة التي عرضناها وأطلقنا فيها التقرير والتي حضرها حوالي أكثر من 8 سفراء وحوالي 10 بعثات دبلوماسية وإعلام دولي، طرحنا فيه حقائق على أرض الواقع أنه اليمنيون كانوا متجهين من بعد ثورة 2011، ثورة شباب، اتجهوا في مسيرة التغيير والانتقال السلمي، إلا أن يعني هذا الانتقال السلمي قد حصل له بعض الإعاقات. هذه الإعاقات تمثلت في انقلاب للعوثي وصالح على الإجماع الوطني ممثل بمخرجات الحوار، وهذه مخرجات الحوار ليست فقط إجماع وطني وإنما هي بإشراف دولي، وبالتالي هي ليست منجز يمني فحسب وإنما منجز دولي، بدليل أن المشرف عليها كان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر. وبالتالي على الأمم المتحدة أن تدافع على منجزاتها في اليمن وعلى حماية مخرجات الحوار الوطني الذي رسمها اليمنيون لرسم مستقبل دولتهم المنشودة. حصل انحراف بسبب اتخاذ بعض الأطراف اليمنية للسلاح وسيلة من أجل يعني سحب هذه المخرجات وطرحها جانباً والاستقواء بمنطق القوة فحسب لفرض إرادتهم على الجميع، إلا أن اليمنيون رفضوه من خلال مقاومة باسلة، والإقليم رفضوه لأنه يهدد السلم والأمن الدوليين، ومطلوب الآن ضغط دولي لإعادة العجلة إلى طريقها الصحيح، وهي استكمال الانتقال السلمي عبر
مناقشة مسودة الدستور وإقرار الدستور وإنشاء دولة اليمن الاتحادية نعم كما رسمها اليمنيون بشكل يعني بشكل جميع يعني جميعهم رسموها. نعم إذن دكتور محمد، يعني بداية حديثك تحدثت عن قرار مجلس حقوق الإنسان 33/16 لدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان. ينضم معنا في هذه الآونة الأستاذ عبد الرحمن برمان، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء الخير لك وللضيف الكريم وأيضا للمشاهدين جميعا. أهلا بك. قبل أن نتحدث عن قرار 33/16 ومدى ما طبق منه أستاذ عبد الرحمن، نتحدث عن التقرير الجديد الذي أصدرته اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان. حدثنا عن أهم ما تضمنه التقرير. طبعا التقرير هو يعني ونزل بالأرقام وما الذي قامت اللجنة خلال الفترة السابقة من عمليات الرصد وعمليات التحقيق. عندنا ما تقوم به اللجنة هي يمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الرصد، نتلقى فيها الشكاوي والبلاغات من قبل المواطنين ومنظمات المجتمع المدني عن طريق راصدين المتواجدين في الساحة. ثم بعد ذلك نقوم بالتحقق منها بالاستماع إلى الشهود، وهي عملية التحقيق، وأيضا نوثق هذه الانتهاكات بالأدلة ونحفظها حتى يعني تستطيع الدولة والمؤسسات عندما يستقر الوضع في اليمن استخدامها ضد من مارسوا الانتهاكات في حقوق الإنسان. التقرير طبعا تضمن حول أهم الانتهاكات التي حدثت، منها عمليات استهداف المدنيين وأيضا القتل المباشر للمدنيين، سواء كان عن طريق القنص أو ما أشبه ذلك. هناك أيضا تحدث عن الألغام وخطورة الألغام وما يعني حصلت من الأرواح، بل أنه هناك ما يعني عشرات الآلاف ربما مئات الآلاف من الألغام قد زرعت، الأمر الذي سيجعل اليمن تدفع الثمن لسنوات طويلة حتى في حال تحقيق السلام وعودة الدولة. ستظل اليمن تدفع يعني لسنوات ربما العشرات السنوات كما يحدث الآن من الحرب العالمية الثانية، حتى اليوم لا زال العالم كله يدفع ضحايا وضريبة تلك الألغام التي تحصد المدنيين حتى هذه اللحظة. نعم. هناك أيضا عملية تجنيد الأطفال. الأرقام التي ذكرت في التقرير هي تتحدث حول ما وصل إلى اللجنة من شكاوي، حول ما حققت اللجنة وما أبدأ يعني ما أبدت أو ما وصل إلى اللجنة وتحققت من وقوع هذه الجرائم. يعني هو لا يعبر عن الواقع يعني أو عدد أو كم الهائل والكبير من الانتهاكات التي تحدث، وإنما عن الإنجاز الذي أنجزته اللجنة من خلال ما تلقته من بلاغات أو شكاوي سواء من قبل الراصدين أو من منظمات المجتمع المدني. نعم، إذا أستاذ عبد الرحمن، يعني النماذج التي تم إيرادها في التقرير وعينات الانتهاكات، أنتم تحدثتم عن آلية الرصد والتي تم اعتمادها، هل حدثتنا عنها؟ طبعا آليات الرصد هو ربما كثير من المنظمات يعني تقوم بالرصد مجرد وصول المعلومات إليها، تسجل هذه المعلومات وتستمع إلى الضحايا، لكننا نستمع إلى الضحايا ثم نستمع إلى الشهود أو ما لديهم من أدلة تثبت وقوع هذا الانتهاك، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة التحقيق، نستمع فيها إلى الشهود وأيضا نقيم مدى الأدلة هذه، هل هي أدلة كافية يمكن أن يبنى عليها اتهام أو يمكن أن نتأكد من وقوع هذه الجريمة ومن أيضا مصدر أو الجهة التي مارست هذا الانتهاك. ثم بعد ذلك نقوم بعملية إرسالها إلى التقرير وإلى الجداول، وأيضا عملية حفظ هذه الوثائق وحفظ هذه الاستمارات التي نقوم بعملية الرصد فيها كما ذكرت سابقا حتى يتم الاستفادة منها واستخدامها في المستقبل القريب. نعم، إذا أستاذ عبد الرحمن، يعني ما هي الخطوة التالية؟ يعني هل عملكم يتوقف فقط على رصد هذه الانتهاكات والتحقيق فيها وإشهارها بتقارير، أم أن لديكم مهمة أخرى تأتي بعد إشهار هذه التقارير؟ مهمة اللجنة هي محددة في قرار إنشائها وأيضا باللائحة الداخلية. نحن نقوم بعملية الرصد والتحقيق وتحديد الجهات التي مارست الانتهاك، ثم بعد ذلك نقوم بإرسال التقرير تسليمه لرئيس الجمهورية، ونسخة أيضا تسلم التقرير مع الأدلة وما موجود في هذه الملفات إلى القضاء ومتمثل بالنيابة العامة كي يقوم بعملية التحقيق، وهذا يأتي عندما تستعيد الدولة
مؤسساته وعندما يعود القضاء اليمني يتعافى ويعود إلى ممارسة نشاطه. ونرسل أيضا نسخة من هذا التقرير إلى مجلس النواب، سواء كان إذا اكتمل مجلس النواب الموجود وعقد جلساته بصورة شرعية، أو مجلس النواب القادم إن شاء الله بعد أن يستقر الوضع في اليمن، حتى يمكن إيجاد حلول سريعة لبعض الأشياء وإصدار قوانين تمنع استمرار هذه الانتهاكات. والقضاء أيضا لعملية الملاحقة لهؤلاء الأشخاص الذين مارسوا عملية الانتهاك، وأيضا ستستفيد من الدولة في حال ما إذا جاءت عملية العدالة الانتقالية وتحديد الأطراف التي مارست عملية الانتهاك من أجل إنصاف الضحايا والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب. نعم. إذن أستاذ عبد الرحمن، يعني كان يتحدث معنا الدكتور محمد عسكر حول قرار 33/16 الذي ربما أصدر في العام الماضي بشأن دعم المفوضية السامية لهذه اللجنة. وأنا أطلع على التقرير، يعني لاحظت أنه لم يقدم لكم أي دعم، ونحن كنا على تواصل معك في إصدار التقرير الأول، وحدثنا أيضا أنه لم يقدم أي دعم لا معنوي ولا فني ولا مادي لهذه اللجنة حتى الآن. ما الذي حدث؟ يعني نحن حتى اللحظة لم نتلقى أي دعم من المفوضية، وكان هناك لقاء في الدوحة على هامش المؤتمر الذي عقد هناك وشاركت اللجنة فيه، وتم لقاء أشباب ورشة عمل لمدة يومين كان النقاش فيها حول آليات الدعم التي تقدمها المفوضية. حتى هذه اللحظة لم تقدم المفوضية شيء، كل ما تلقينا من المفوضية هو وعد بتقديم الدعم. المشكلة أن الوقت يعني يلحقنا، ونحن نستعد على وشك إصدار التقرير يعني في شهر 8، يعني لابد أن نكون نبدأ من شهر 6 لإعداد عملية التقرير. وباعتبارنا اللجنة ستكون مهمتها هي تنتهي في 7/9 من هذا العام، يعني الوقت ضيق، وحتى الآن لم تقدم المفوضية للجنة أي شيء. لكننا يعني لم يعني نركن على ما الذي تقدم المفوضية، ومارسنا عملنا ونشاطنا، وهناك أيضا لدينا خبرات متعددة كون أعضاء اللجنة قادمين من مؤسسة القضاء ومن ومحامين ونشطاء مجتمع مدني، لديهم خبرات في هذا المجال، وإن شاء الأمور تمشي بشكل جيد وحققنا يعني شيء جيد برغم الظروف التي تمر فيها اليمن، ورغم غياب مؤسسات إنفاذ القانون التي كانت ستساعدنا في عمليات التحقيق مثل الطب الشرعي والأجهزة الأمنية والقضاء وما أشبه ذلك. لكن اللجنة تقوم بدورها، والراصدين منتشرين ويقدمون ويعرضون أنفسهم للخطر من أجل أن نستطيع أن نحقق الأمر الذي أو نحقق شيء لهؤلاء الضحايا الذين يتساقطون يوما بعد يوم، والذي نحن نرى أنه أصبح الضحايا المدنيين هم الأكثر يعني في كل لحظة، يعني من بداية الحرب ومن بداية ما حدث من سقوط صنعاء حتى الآن يعد المدنيين هم الأكثر يعني تعرضا للقتل، للجرح، للاعتقال، الإصابة بالألغام. المدنيين يأخذوا المصيبة الأكبر، يعني الأطفال جندوا من المدارس ومن دور الأيتام أفرغت، وبدلا أن يذهبوا إلى المدارس وإلى أماكن التأهيل ذهبوا إلى ساحات القتال، وسقط يعني عدد كبير جدا من الأطفال الذين بعضهم ربما يكون 12 إلى 15 سنة. نعم. إذن أستاذ عبد الرحمن، ختاما يعني تحدثت عن دور المفوضية السامية التي لم يقدم كما يجب حتى الآن، وأنا أطلع على تقرير أيضا لاحظت عدم تجاوب أو تعاون الحكومة، التحالف، الميليشيا، هذا بالتأكيد لن تتعاون. الحكومة تحدثت أنه بداية لم تتعاون معكم بشكل مطلوب، ولكن بعد أن وجدت عدن كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء، وربما حد الضابط اتصال للإجابة على بعض التساؤلات التي يعني لم يتم الإجابة عليها كاملة. أيضا التحالف بواسطة ضابط الاتصالات لم تستطيعوا أن يعني تتواصلوا معهم بشكل جيد للإجابة عن كثير من الانتهاكات التي كانت. الميليشيا رفضت التعاون معكم رفضا تاما، ولم تجب على أي رسائلكم. كيف يمكن العمل في ظل هذه، أو لنقول يعني أنها صورة واضحة لإهمال حقوق الإنسان في اليمن؟ نعم، احنا ما دمنا نستطيع أن نصل إلى الضحايا، وما دمنا نستطيع أن نجري رصد وتحقيق في هذه الأمور،
سيكون الأمر يعني بالنسبة لنا جيد وسننجز الكثير من الأعمال. يعني التعاون الأطراف النزاع هو كان سيسهل علينا بعض العوائق، وأيضا هو مفيد جدا لهذه الجهات. ربما يعني إذا كان لديها أي اعتراض أو لديها أي معلومات تريد أن توصلها في قضية من القضايا التي نحن نجري فيها تحقيق، هذا الأمر هو لصالحها. لذلك الطرف الذي لن يتعاون مع اللجنة أو يتباطأ في التعاون معها، أعتقد أنه سيكون هو المتضرر الأكبر إذا كان لديه أي معلومات عن قضية من القضايا التي تجريها اللجنة. لكن يعني بالنسبة للحكومة اليمنية والتحالف خصوصا في الفترة الأخيرة، يعني التعاون أصبح يعني بشكل أفضل بكثير من الفترة السابقة، وأعتقد أنه ربما سيكون في الفترة القادمة سيكون أكثر. وفي الوقت نفسه نحن لازلنا ندعو جماعة الحوثي وصالح إلى التعاون مع اللجنة الوطنية وتسهيل وصول المحققين وأيضا الرافدين إلى أماكن الانتهاكات، يعني إذا كان لديهم أي معلومات قد تحتاجها اللجنة عليهم أن يقدموها لها، لأنه هذه اللجنة هي لجنة مستقلة تستهدف الوصول إلى الحقيقة، تستهدف إنصاف الضحايا، تستهدف عدم إفلات من يمارس هذه الانتهاكات من العقاب. والشخص أو الطرف الذي لن يتعاون معها سيكون يعني أعتقد أمام المجتمع المحلي والمجتمع الدولي هو الشخص المتورط بارتكاب هذه الانتهاكات. صحيح. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن برمان، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك دكتور محمد. دكتور محمد، يعني لو أخذنا من حديث الأستاذ عبد الرحمن وهو يعني بعد إشهاره من التقرير الثاني، كان هناك الكثير من النقاط التي تم طرحها، لما لا يقدم لهم؟ يعني بالنسبة للمفوضية السامية نتمنى منكم يعني أن تضغطوا عليهم في هذا الجانب، أن تقدم الدعم الذي وعدت به بناء على القرار 33/16. أيضا بالنسبة للحكومة اليمنية، بالنسبة للتحالف، لم يتم التواصل مع اللجنة كما يجب. أنا أشكر الأخ أول برمان على مداخلته. في الحقيقة أن يعني جزء كبير من جهودنا هنا وعملنا هو من أجل إيصال صوت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك الإنسان وحجم الأعباء التي عليها والتحديات، والتقرير الذي يعني أطلقوه قبل أيام تم إيصاله إلى كافة البعثات الدبلوماسية في مجلس حقوق الإنسان، كما دعونا كافة الأطراف إلى التعامل معها بشكل جدي، سواء كان من ميليشيات الحوثي وصالح، وسواء كان من أي طرف محلي أو كان من طرف التحالف. بالنسبة لنا كحكومة يمنية التقينا بهم بشكل خاص، التقيت بهم أنا كوزارة حقوق الإنسان، والتقينا بهم مع دولة الأخ رئيس الوزراء، وقد كلفني شخصيا أن أكون يعني همزة الاتصال والوصل بين الحكومة وبين اللجنة، ونحن على استعداد كوزارة حقوق الإنسان وكحكومة لتسهيل أي أعمال للجنة. الجزء الأهم هو على مفوضية حقوق الإنسان التي حينما ناقشناها عن سبب تأخر الدعم للجنة حتى الآن، بالرغم من وجود قرار خاص يلزم المفوضية بتقديم الدعم، يعني كان المبرر أنهم تقدموا يعني يتم التأخر في اعتماد موازنات منظمات الأمم المتحدة إلى بداية السنة الجديدة، وبما أننا لازلنا في بداية العام 2017 هم أرسلوا أو سيرسلون خبراء إلى مكتبهم باليمن وسيقدمون بعض الدعم. كانت هناك ورشة لهم في الدوحة لمدة يومين. نحن نضغط عليهم بسرعة إنجاز هذا الدعم المطلوب وعلى أهميته، ليكون العالم جزء من هذه الآلية الوطنية ومشاركا بكل حيثياتها، حتى يقتنع العالم أن هذه الآلية آلية جادة وآلية يعني ناجزة للعدالة إن شاء الله، وتحقق بشكل محايد وتعرض الأدلة والبراهيم على المعايير والمنطق القانوني فحسب دون أي تحيزات. ولهذا نتمنى للجنة أن تتجاوز كافة العقبات التي أمامها، ونتمنى أن تشد حيلها أكثر فأكثر، والحكومة كما اعتادت وتعرف اللجنة هي إلى جانبها باستمرار.
نعم، إذن ماذا عن التقرير الذي قدمتموه على هامش الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف؟ التقرير الخاص بوزارة حقوق الإنسان أم التقرير الخاص ببعض منظمات المجتمع المدني؟ نعم، التقرير الخاص بوزارة حقوق الإنسان. التقرير الخاص بوزارة حقوق الإنسان كما تحدثنا سالفا هو تعرض للفترة منذ 1 يناير 2015 إلى 31 يناير 2017، استعرضنا فيها حوالي 40,000 ضحية ما بين جريح وقتيل، يعني استعرضنا فيه حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، استعرضنا فيه الضحايا الألغام كما عرضها تقريركم، وعلى تجنيد الأطفال. وأحب أن أصحح، وليس 1000 حالة تجنيد رصدنا، وإنما حوالي 10,000 حالة يعني تقريبا ما تم رصده من تجنيد للأطفال. هناك ضحايا كثيرة جدا جدا، نتمنى أن تكف كافة الأطراف وخصوصا ميليشيات الحوثي وصالح عن انتهاك حقوق الإنسان. نتمنى أن يكون الإنسان اليمني في أتم صحة وأفضل حال. أدلنا في التقرير ضربات الطيران الخاطئة كما حصل في يعني صالة العزاء في صنعاء. نحن نحاول أن نقدم الإنسان اليمني قبل أن يكون هناك أي توجه سياسي. نحن نحاول أن نبرز حالة حقوق الإنسان كما هي. نحن نحاول كوزارة حقوق الإنسان أن نوصل المساعدات الإنسانية من ميناء عدن إلى صعدة وإلى صنعاء وإلى الحديدة. نتمنى على ميليشيات الحوثي والصالح أن يكفوا عن الحرب والدماء، أن يكفوا 40,000 حالة، أعتقد كفاية، لا نريد مزيدا من الأرقام. يكفي حرب ويكفي دمار، ولكن يجب أن يكون على أسس سليمة. نحن نتمنى أن يكون كحكومة، وأنا أتحدث باسم الحكومة وباسم الرئيس هادي، نتمنى أن يكون هناك سلاما اليوم وليس غدا، ولكن سلاما دائما، ليس تسوية سياسية هشة كما حصل في العام 2012 حين توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإعطاء حصانة للمخلوع صالح وكافة أركان حكمه واستمرار أوراق القوة والسلاح بيده، ثم عدنا إلى مسلسل وإلى دراما من الحرب الكارثية التي دمرت الشجر والحجر والبشر في اليمن. نحن نريد سلاما ينبني على أسس ثابتة، هذه الأسس الثابتة هي محل إجماع محلي وإقليمي ودولي. الإجماع المحلي تمثل في مخرجات الحوار، والإجماع الدولي تمثل في قرارات الأمم المتحدة المؤيدة لمخرجات الحوار والمؤيدة للمبادرة الخليجية، والإجماع الإقليمي هي المبادرة الخليجية. إذن معنا 3 مستويات من الإجماع لا يتوفر في أي حالة من حالات الصراع في المنطقة، وبالتالي أي تطويل للصراع في اليمن هو تطويل عبثي يقوم به الميليشيات الحوثي وصالح. كما تسمحي لي أختي العزيزة، لأنه حصل كثير من التساؤلات حول التقرير الآخر الذي قدمته بعض منظمات المجتمع المدني. هذه منظمات جاءت كغيرها منظمات تعرض تقرير، نحن ليس لنا كوزارة علاقة بها. نحن بالنسبة لأداء السلطات المحلية في سواء في عدن سواء في تعز أو لحج أو المكلا أو مأرب، هناك انتهاكات زي أي مكان في العالم، لكننا استعرضنا كافة يعني الانتهاكات التي حصلت والجرائم خصوصا من قبل ميليشيات الحوثي وصالح. نحن نؤيد كوزارة حقوق الإنسان ونشد على أيادي كل من ساعد في تحقيق الحق، حق الإنسان في الأمن، حق الإنسان في الاستقرار، كما نجحت في ذلك السلطات المحلية في عدن وفي المكلا وفي غيرها من المدن في لحج في الضالع. ولذلك نتمنى على كثير من المنظمات الحقوقية أن تراعي الدقة في بياناتها، أن تراعي المسؤولية في عرض تقاريرها، أن نركز على جرائم الحرب التي ترتكب الآن في اليمن. نعم، لكن هناك أيضا
بعض المنظمات الخارجية يعني التي ليست محلية يعني تقدم صورة مغلوطة واضحة باستخدام صور لا علاقة لها إما باليمن أو صور كانت من جرائم الحوثي وتصور على أنها من جرائم جهات أخرى، تسويق يعني الألم ألم الإنسان اليمني بهذا الشكل للنيل من الخصوم أو لكسب النقاط، ما الذي يمكن يعني ردة الفعل تجاه مثل هذه المنظمات؟ كيف يمكن أن توقفوها وأنتم هناك عن هذه الممارسات التي ربما ليست لأول مرة؟ طبعا نحن لا نستطيع ان نمنع اي منظمه ان تقوم باي فبركات اعلاميه او انتحال لصور بعض الضحايا وتلبيسها بضحايا اخرين او باناس اخرين سقطوا بسياقات مختلفه او في اماكن ومواقف مختلفه، لكن انا اتصور ان اي تاثير لهذه الفبركات الاعلاميه لا يتأتى أن يحصل للعالم، العالم يدرك، العالم أصبح قرية صغيرة، أصبح يتابع باهتمام. لا تستطيع هذه الفهلوات والفبركات الإعلامية أن تنطلي على العالم إلا بمقدار التقصير الذي نحن نقوم فيه. فإذا استطعنا أن نجتهد وأن نوصل جهود حقيقية ونعرض المسائل على أرض الواقع ونعرض تقاريرنا من أرض الواقع من ونقيم ورش العمل لتنقيح هذه التقارير ومخاطبة، يعني لدينا تكون معايير موضوعية علمية كما قررتها الأمم المتحدة في صياغة التقارير وفي عمل العروض المختلفة، أعتقد أننا سنقدم صورة واضحة عن اليمن متى ما استطعنا أن نخاطب العالم باللغة التي يفهمها وأن نتوقف عن مخاطبة أنفسنا. للأسف أختي السديش يعني العزيزة، منذ الانقلاب ونحن نخاطب أنفسنا في إطار إعلامنا المحلي أو الإقليمي، علينا أن ننفتح على العالم وأن نخاطب العالم باللغة يفهمها لا باللغة التي نريد نحن. نعم، وهذه ربما نقطة يعني لاحظنا أكثر مرة وطرقناها لأكثر مرة، ترجمة التقارير، عمل فلاشات مترجمة، عمل قصص قصيرة وأفلام قصيرة توضح معاناة الإنسان اليمني وإيصالها للعالم. دكتور يعني وأنتم يعني في تقريركم تحدثتم بشكل يعني عن كل انتهاك تقريبا خلال عامين، هل سيتم مناقشة كل محور على حدة في جلسات منفصلة، تجنيد الأطفال، المرأة، القتل، الألغام، هل سيتم عقد مثل هكذا جلسات؟ لا أختي العزيزة، أعيد أن أوضح مرة أخرى، نحن هنا في عرضنا تقريرنا على هامش مجلس حقوق الإنسان. يطلب مننا في مجلس حقوق الإنسان أن نقدم تقريرا لأن اليمن ليست مدرجة في جدول أعمال هذا المجلس إلا في اليوم 22، وهو حين يقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان تحديثا عن القرار الذي اتخذوه في الدورة السابقة. نعم، ومطلوب مننا أن نقدم تعليقا على هذا التحديث. نحن قدمنا التقرير وسيتم عرضه عبر المفوضين الخاصين بكل حالة من حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يعني فيما يتعلق بالتعذيب، فيما يتعلق بالاعتقال التعسفي، فيما يتعلق بتجنيد الأطفال، انتهاك حقوق النساء، انتهاك حرية التعبير. كل الأرقام وكل البيانات والوثائق التي قدمناها ستعرض على هؤلاء المفوضين وسيتم دراستها وسيتم إعلام كافة يعني طبعا تم إعلام كافة البعثات الدبلوماسية هنا في جنيف بالتقرير وبكافة الأدلة التي فيه، ويتم حاليا دراسة من قبل هذه البعثات لتكون لديها الصورة الواقعية والحقيقية للمشهد في اليمن، وأي أرقام أو أي استفسارات سيكونون على تواصل معنا ونحن على استعداد للإجابة عن أي ملاحظات عن هذا التقرير. نعم، إذن دكتور محمد يعني حدثتنا أيضا بداية اللقاء عن لقاءاتك ببعض المعنيين، يعني لو خصصنا الحديث عن اللقاء بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراند حول استئناف مشاريع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مع وزارة حقوق الإنسان وأهمية نقل مقرهم الرئيسي إلى عدن، كيف كانت يعني أو تجاوبهم معكم؟ في الحقيقة سعدت جدا بلقاء سمو الأمير راعد بن حسين المفوض السامي لحقوق الإنسان والذي استقبلنا حقيقة بحفاوة بالغة
وأكد اهتمام المفوضية بشكل كبير ومركز على اليمن، وباعتباره مشكلة من المشكلات الدولية التي يعاني منها الإنسان، وتتعرض الإنسان لكثير من المخاطر والانتهاكات. نحن عرضنا له صورة مبسطة عن حقيقة الوضع هناك وكما هم مطلعين عليه، وشرحنا له أسباب الانفلات الذي حصل لحقوق الإنسان والانتهاكات والانقلاب. أكدنا له على أهمية تحري الدقة لمزيد من المصداقية التقارير المفوضية. تحدثنا فيه عن أهمية العمل لحقوق الإنسان على الأرض أكثر من فكرة التقارير، باعتبار أن التقارير هي حيز ضيق من حقوق الإنسان، هي ترصد فقط الانتهاكات التي يتعرض لها بعض البشر، بينما باقي البشر لماذا نتركهم بدون أي عمل مشترك بين المفوضية وبين وزارة حقوق الإنسان؟ مثلا حينما نرصد ضحايا الألغام، بينما كم من العمل المطلوب للتوعية بمخاطر الألغام في صفوف الأطفال وفي صفوف النساء وفي صفوف الرجال. حينما نتحدث عن تجنيد الأطفال، كم من الأطفال الذين تم يعني رصدهم كما أشرنا حوالي 10,000، لكن هناك مئات الآلاف من الأطفال نحتاج إلى العمل مع ذويهم ومعهم من أجل ذلك. تحدثنا عن بناء قدرات وزارة حقوق الإنسان والمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، وهذه مجالات مفتوحة للعمل بين وزارة حقوق الإنسان وبين المفوضية. اتفقنا على يعني أن يكون هناك عهدا جديدا لبناء علاقات وطيدة ومثمرة ما بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان وما بين المفوضية العليا لحقوق الإنسان باعتبارها المظلة الدولية لحماية حقوق الإنسان، وباعتبار وزارة حقوق الإنسان المظلة المحلية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على أرض الواقع. نعم، إذا دكتور محمد، يعني لو تحدثنا عن يعني كيف تغيرت الصورة ولو جزئيا عما كانت عليه، نلاحظ أن هناك حراك حقيقي هذه المرة في حقوق الإنسان، والمرة السابقة أفضل من العام الماضي والذي قبله. هل لمستم هذا التغيير على يعني مدى ردة فعل المشاركين معكم، يعني السفراء، البعثات الدولية والدبلوماسية، على وضوح الصورة ولو نسبيا؟ في الحقيقة حينما طبعا الوزارة تعرض تقريرها الأول والأولي، وبالتالي هذا التقرير أحدث صدى. كذلك الندوات التي أقمناها والتي استعرضنا فيها التقرير وأعطينا فيها لمحة عن ومقدمة عن تاريخ الصراعات في اليمن، وأن اليمنيين مشتتين في كل أنحاء العالم بسبب تاريخية الصراع في اليمن، وأنه لا بديل عن تغيير المعادلة في اليمن من منطق الذي كان سائدا في كل تلك الصراعات وهو منطق حق القوة إلى منطق قوة الحق، والذي أسسه فخامة الرئيس هادي من خلال مؤتمر الحوار الوطني حينما جاء بالشباب والمرأة وجاء بأضعف فئات المجتمع ووضعها على نفس الكفة مع الفئات القوية في المجتمع من أجل الخلوص إلى مستقبل موحد للجميع، مستقبل يحترم كافة الناس في اليمن، كافة الشرائح، كافة الأطياف، وأن لا بديل عن يعني إذا أردنا الخروج من هذه الصراعات عن احترام إرادة اليمنيين المتمثلة في بناء اليمن الجديد، اليمن الذي يحقق العدل والمساواة لكل اليمنيين ولا يستثني فئة بسبب العرق أو الدين أو المنطقة أو مصدر القوة التي يمتلكونها. علينا أن نكف عن نعم، يعني استعباد الآخر، عن الادعاء بالحق في حكم الناس بالقوة. هذا المنطق قد انتهى عصره صحيح، ولن يؤسس إلى سلام دائم في اليمن. نحن طلبنا بانتهاء يعني منذ بداية وجودنا في جنيف وحتى اليوم نطالب بالسلام، ولكن السلام الدائم والشامل الذي يستمر في اليمن وليس إلى أي تسوية هشة تكون مدخلا لصراعات قادمة قد لا تبقي ولا تذر، لا قدر الله. نعم، إذا إلى هنا أشكرك دكتور محمد عسكر، نائب وزير حقوق الإنسان، كنت معنا عبر سكايب من جنيف. الشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن نلتقيكم في الأسبوع المقبل في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.